السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، النهاردة معاكم من مطبخ أمل. بإذن الله هعمل معاكم حلوة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، وهي الزلابية أو لقمة القاضي، أو زي ما بنقول عليها برضو في ناس بتقول عليها بقلاوة. دلوقتي احنا هنيجي هنعملها، وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، واحنا في رمضان فاحنا عايزين دايما بنعمل حلويات والحاجات دي. أول حاجة هنبدأ معانا كوبين طحين، ومعايا معلقة خميرة، معلقة سكر، معلقة نشا، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة، معلقة برضو السكر معلقة كبيرة، والنشا معلقة كبيرة، والبيكنج باودر معلقة صغيرة، ومعانا ذرة ملح بسيطة جدا. ودلوقتي هنعمل الأول حاجة ليها، هنعمل ليها السيرم بتاعها أو الشربات. معانا كوبين سكر، الكوب هنحطه كوبين سكر زي ما انتوا شايفين كده، الكوب عليه الكوب الواحد، لانه بيبقى الزلابية عايزة السكر بتاعه تقيل، فاحنا معانا هناخد كوب سكر عليه كوب ونص مية، يعني الكوبين هنحط عليه 3 أكواب مية، وهنرفعهم على البوتاجاز يغلوا شوية، وبعد ما يغلوا هننزل عليهم برشة فانيليا وبعصرة ليمون. ودلوقتي حبايبي احنا رفعنا الشربات على البوتاجاز علشان على ما يتعمل الزلابية تتعمل يكون هو برد. دلوقتي معانا زي ما انتوا شايفين معانا حاجة هنعمل فيها، هنزل بكوبين الدقيق، وهنزل بالمكونات معلقة خميرة، معلقة سكر كبيرة، معلقة نشا كبيرة، نص معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، وهندي تقليبة للمكونات كلها مع بعض علشان تختلط. وهننزل بكوب مية دافية، كوب وربع ميه دافيه من نفس الكوب اللي احنا عاملين بيه المكونات، وهننزل وهنديله تقليبه، وهنزل تاني بربع كوب، يعني كده معانا كوب ونص زي ما انتوا شايفين كده، وهنفضل نقلب فيها بالمنظر ده بحيث اي تكتلات فيها ننزلها تفك. زي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا كده، وزي ما انتوا شايفين حبايبي هي بالمنظر ده كده، شايفين سمكها عامل ازاي اهي، بصوا بتنط، بصوا اهي. دلوقتي خلاص انا العجينة بتاعتي كده خلصت، هغطيها واسيبها تخمر، اسيبها ساعة تخمر وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما العجينة اتخمرت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وانا جبت معانا كيس كده، هنزل في قلب الكيس ده كده بالعجينة كلها. حبايبي انا حطيتها في كيس زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، وحطيت الطاسة على البوتاجاز بالزيت سخن، وهبدأ اقطعها كده الطرف بتاعها، وهبدأ انزل وهسمي بالله كده معايا المقص، هعمله بالزيت، ابله في الزيت وانزل كده. انتي على حسب ما انت عايزة الكمية بتاعتك، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة. نبلي الزيت والمقص ترجعي تكملي تاني، وهسيبها تحمر دلوقتي، واول ما تستوي هفضل اقلب فيها تاخد اللون الذهبي،
وهنزل فيها بالشربات زي ما انتم شايفين حبايبي بالمنظر ده كده. انا ايدي فيها في التقليب على طول عشان ما تتحرقش مني بالمنظر ده. وانا اول ما تاخد اللون الذهبي كويس هبدا اطلعها. ودلوقتي حبايبي انا فتحتها طلعتها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، ودلوقتي هسيبها تهدى بس دقيقتين اتنين وهنزل فيها بالشربات عشان تبقى دايما ناشفه معانا. وهنزل دلوقتي زي ما انتم شايفين تاني ما تعمليها بالكيس كده بتبقى جميله، وفي نفس الوقت ما تبهدليش ايديكي وبتبقى طالعه مظبوطه معاكي. وانا هبدا اقلبها برضو، اول ما تحمر بالمنظر ده كده انا هطلعها وهكمل باقي الكميه وهوريها لكم تاني. وزي ما انتم شايفين حبايبي كده انا نزلت عليها بالشربات، نزلت حطيتها في قلب الشربات بالمنظر ده وبديها تقليبه وهبدا اصف فيها واطلعها تصفى على قلب مناديل او في قلب مصفى. وبكده حبايبي اكون خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده. الكميه طلعت ما شاء الله مطلعه كميه حلوه جدا. ودوك التقديم منها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. يا رب يكون الوصفه عجبتكم واكون عند حسن ظنكم. ما شاء الله طلعه جميله جدا وهشه. بصي سامعين سامعين الهشاشان بتاعها، ما شاء الله تحفه. يا رب يكون الوصفة عجبتكم واكون عند حسن ظنكم. اوعوا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده حبايبي هعمل لكم النهارده الزلابية او البقلاوة او لقمة القاضي على حسب كل بلد وعلى حسب اللي هي عايزاه. دلوقتي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الزلابية بتاعتنا تحفة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لك عليها هشة. سامعين الصوت؟ يا رب يكون الصوت ظاهر. جميله جدا وما شاء الله هشه وقلبها طري وتحفه. يلا بينا عشان اوريكم المكونات بتاعتها، سهله وبسيطه من قلب بيتك وفي ثانيه ممكن تعمليها لاولادك تفرحيهم بيها، وممكن كمان لو عندك ضيف جايلك وتعمليها بسرعه وانت مش عامله حسابك. يلا بينا نشوف المكونات.